أجواء رمضانية بامتياز، شارك أزيد من 2000 مواطن من مختلف شرائح المجتمع في إفطار جماعي نظمت بلدية الجزائر الوسطى للمرة الثانية. إذن خلال هذا الشهر الفضيل في أطول مائدة إفطار بالعاصمة امتدت من البريد المركزي إلى ساحة أودان بإشراف أو نعم إلى غاية ساحة أودان. هذا وكان الإفطار الجماعي برعاية مجمع سوسيمي للعجائن الغذائية. ميكروفون بارك رياح. هذه المبادرة يعني كانت هذه الجمعة الثانية على التوالي في شهر رمضان المبارك، يعني كاين جمعتين اللي نظمنا فيهم إفطار جماعي كما راكم تشوفوا، يعني حتكون الجمعة الأخيرة، الجمعة الأخيرة هي حتكون تاع العيد، يعني مش حيكون فيها تفطير في إفطار جماعي، هذه الجمعة الأخيرة ونتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. توسيميك راهي الراعي في هذا المبادرة تاع ميغا إفطار اللي راهي فيها أكثر من 2000 شخص يكون الإفطار فيه. وهذه ثاني مبادرة بعد المبادرة الأولى اللي درناها في يناير اللي ثاني كان فيها 1600 شخص افطر فيها، هذه فيها أكثر من 2000، وإن شاء الله راهم كاينين مفاجآت واحد أخرين في المستقبل، ورانا زدنا قدمنا